السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم ضمن الـ Climate Change Analysis هو الـ Trend Analysis، تحليل اتجاهية الـ Rainfall للأمطار and Mean Temperature، أي متغير مناخي لا على التعيين، لكن احنا اليوم دراستنا راح نتناول بها الـ Rainfall والـ Mean Temperature Data Over على نطاق نهر الفرات أو حوض نهر الفرات. نجي احنا هنا راح نقسم المين رينفول والتمبرتشر سيريز المتسلسل الخاصة بهم، راح نقسمها حتى نعرف الاتجاه، نقسمها الى نتحكم بالديتا مالتها. فاني قسمتها هنا انوال دراي سيزون والويت سيزون. الدراي سيزون يشمل من شهر الرابع الى شهر التاسع، الى شهر العاشر، واللي ويت سيزون يشمل من 11 12 1 2 3، يعني 6 أشهر ب6 أشهر. تمام؟ يعني راح نستخدم يوزنج ال راح نستخدم كل الستيشن جريد المتوفرة عندي. يعني شنو معناها؟ يعني عندي معناها انه انا لازم فبالاغلب حتى انت تسوي تحليل اتجاهية لاي متغير مناخي، مو شرط مناخي لاي كان، فلازم طبعا شو تسوي؟ اول شيء ناخذ كل الستيشنات المتوفره على طول منطقه الدراسه. انا اذا تذكرون منطقه الدراسه بوقتها قسمتها الى سب بويزن، فشنو اسوي؟ اروح لهاي السب بويزن اغير. فضروري لكل باحث انه من يشتغل ترند اناليسز لازم شنو الاشياء اللي يطلعها حتى يكون على معرفه تامه. اول شيء لكل الستيشنات اللي عنده يدخلهن. يعني شنو؟ راح هسه انا افتح لك هنا ترند حتى تشوفه. لاحظ هالثاني سميته هنا تحليل للترند. عندي سبيزينات، يعني المنطقة الدراستي اصلا هي بحد ذاتها مقسمة. يعني احب انوه لكم على هذا الموضوع. هذا هنا تحليل الترند، يعني مؤشرات الترند مال رينفول. هذا هنا هو المفروض ينقل. هذا هنا الموضوع خاص بالتوزيع الزماني شلون يأثر. هسه نجي هنا، هذا هو مش لاحظ السبيزن مالتي اصلا مقسمة يعني لاربع، لان الحوض الفراتي هنا تختلف عند المناطق المناخية اللي بي، فاضطريت اقسمها. هاي لاحظ هاي هنا عندي لكل سبيزن هاي المحطات الموجودة بي، فهاي هي منطقة الدراسة سبيزن 1 2 3 4. فارجع هاي السبيزنات لكل سبيزن ادخل على الاول مثلا. اوكي، هذا سبويزن بي تيمبرتشر محاسبه اني، وبي خلي اكبر لكم اياه حتى تشوفه، تيمبرتشر وبي مين تيمبرتشر وبي بريسيبيتيشن. نجي على شنو الباراميتر اللي عندي؟ هذا كله بريسيبيتيشن. عندي السنوات من 1980 او 81 الى 2021. هاي الاشهر افرج كل اشهر، بعدين طلعنا الانوال، طلعنا الدراي سيزون، طلعنا الويت سيزون النهائي. تمام؟ وهذا السمر والأوتوم أيضا الفصول طلعناها، لكن احنا راح ندرس بصورة عامة، ندرس أنوال دراي سيزون ويت سيزون. نجي شو نسوي؟ هاي العقد الزمنية بالترند مو تقسم على أساس المحطات، المفروض ذني الأربع سبيزن أدمجهن بواحد. يعني هذا الأنوال هذا أخذه أسوي له أفرج، وي الأنوال مال السبيزن الثاني وي الثالث وي الرابع، أطلع أنوال واحد خاص بكل السبيزنات. نجي الدراي سيزون كذلك والويت سيزون كذلك. تمام عيني؟ سويت هسه راح اسويهن وحتى اشوفك ياهن شلون انا اشتغل كذلك للتمبرتشر، كذلك للتمبرتشر. تمام؟ فش راح اسوي؟ ادخل هنا على الترند نفسه، افتح واحد جديد نيو، اقول له مايكروسوفت اكسل، انطي اي اسم، انطي اسميه شنو اي تسميه. هاي الترند اناليسيس اوف رينفول ام مين تمبرتشر اوفر انتاير الفرات ريفر بيزن، هالشكل سميته. هسه انطيته هذا الاسم، ادخل عليه هسه بس اقلل من الاسم لان صار كلش طويل، رينيم. اند مين تمبرتشر انفتح، اروح على الصاصان وين اشتغل على السبويزن الاول. اذا راح هذا اقسمه الى شيتين، بيج لاي اوت قسمته الى شيتين. الشيت الاول اسميه عن طيري نيم، اسميه مثلا رينفول،
رين عفوا رين فول. الثاني شنو اسمي؟ اسمي مين تيمبرتشر. هذا مين تيمبرتشر. هسه اشتغل على رين فول اني لكل الصبيزنات اقسمهم صبيزن واحد. اول شيء عند الوقت الزمني ما انسى اثبته، اروح على صبيزن واحد، ارجع بريسيبيتيشن، اخذ ذني اثنين حتى ذني ثبتن على كل ال مثل ما نقول احنا ها 2000 لحد 2021. تمام اوكي. اقول لك كوبي هسه اثبتهن هنا بيست، ارجع اخذ الانوال مال يا هو مال الصبيزن الاول والصبيزن الثاني والثالث اجمعهن بانوال واحد. شو اسوي حتى ما اخطا بيهن؟ اجيب هسه الانوال مال الصبيزن الاول. اول شيء اروح لهنا اثبت فوق، اكتب هنا انوال اي دبل ان يو اي ال، بس هذا الانوال يشمل الاربعتهن. هنا دراي سيزون، دراي S E A S O N. البعتها wait season S E A S O N. تمام. هسه نجي احنا ايش راح نقسم؟ كاتبة اني اذا تذكرون هذا البحث راح اقسم البريود مالتي الى اثنين. لحظة، هذا هو راح اقسمه الى اثنين. انت بكيفك ايش قد تريد تقسمه، انا هنا راح اقسمه الى اثنين. من 1980 يعني كل 20 سنة سويه تقريبا اخذ، انا درست تقريبا 40 سنة، فاخذ من مثلا 1980 الى شقد 1999، تريد تقسمهن ثلاثة. هسه انا مبدئيا راح اقسمهن اثنين او اقسمهن ثلاثة، شوف ايش تحسب. لاحظ ايش تحسب من تسوي ترند اناليسيس، هاي الخطوات لازم تعرفها. The result لازم تحتوي لك على auto correlation، هذا أول واحد. ثانيا لازم تحتوي لك على الزد statistical. بعد ايش تحتوي لك؟ المين كندل تاو تيست، هاي ثلاثة. أربعة تحتوي لك السين سلوب استيميتر تيست، والأخير تحتوي لك البيرسنت تشينج أوف سيريز، شقد التغير اللي يصير بالسيريز. لاحظ ذني كلهن حتى تنفذهن، خاف يصير البحث عليك هو. إذا بالأطروحة مثلهن بالرسومات زائد الشارتات، فأنا هسه راح أمثل لك إياهن، فأنت هناك نزلهن كلهن، لكن إحنا هنا لأن بحث فمقيدين بعد الأوراق فراح أنزل لك فقط تيبل، بس راح أوضح لك طريقة الرسم مالتهم. هسه راح أوقف الفيديو بشكل مبدئي بس حتى أنزل ذني البيانات هنا، يعني هذا الأنوال حتى أشوفكم أول واحد. لاحظ هسه على السبويزن الأول أخذ الأنوال الخاص بي، هذا يا أنوال، هذا الأنوال الخاص بي، بس هذا الأنوال أنا أريده بس ملم مو ملم بالدي، فشنو أسوي؟ أروح أخذ هذا الأنوال، هذا العفو، هذا ملم دي أنا ما يفيد، أريد الرقم يصير كبير مثل ما نقول. هذا هسه أجي أخذه أقول له كوبي هنا، أنقله جوه. شو أسوي لهنا؟ اقول العفو يساوي هاي القيمه في 365، لان هذا سنوي كان انا حاسبته 365 يوم، انتر اوكي. اروح على هذا اقول له كوبي، انسخ الذني كلهن. تمام هسه هذا صار هالشكل. اجي للثاني خلص السبيزن الاول كانوال. لحظه هسه انا كانوال خلاص، اروح على السبيزن الثاني انوال بريسيبيتيشن، ارجع واقول بريسيبيتيشن، هذا الانوال مال السبويزن الثاني، هذا الانوال مال السبويزن الثاني كوبي، انقله هنا هذا هو، هنا اسوي يساوي هذا الرقم في 365 يوم، خلاص هذا الرقم اقول له كوبي، وكذلك اكمل الانوال اطلع لهن افرج بحيث يطلع لي الرقم بالملم. تمام يطلع لك الرقم بالملم. لازم هسه هنا نجي 300، لان انا سنه كامله انوال حتى يتحول الى سنه، يعني قيمته كسنويه. هسه ارجع للسبويزن الثالث،
ايضا اخذ الانوال بحيث اريد من عنده قيمه انوال بعدين واحده، تمام؟ انا احاول اسال احد يدخل لي يقول لي ليش انه تتعمقين بهاي التفاصيل، لان الباحث يحتاج انه مو فقط شلون ارسم، يعني اجيب له داتا اقول هاي بيانات جاهزه، هاي بيانات الصب بيزنات، حتى يعرف شنو يسوي، لان هاي الخطوه اذا انا ما اوضحها اليه يمكن ياخذ بيها اشهر او يعني وقت. لان انا بصراحه اغلب الفيديوهات من دا انفذها لكم هي عباره عن ماخذ تجربه مريت بيها ممكن استغرقت مني كذا وقت اسابيع، والله اكو معلومات اخذ بيها بالاشهر يلا تكمل. فانا دا احاول هنا ابين لك اياها حتى مو كان ما انت تضيع هاي الاشهر، يلا تلقى هاي المعلومه دا تلقاها جاهزه امامك، تمام؟ هسه هذا السبويزن الثالث البريسبيتيشن مالته خلص، اروح على اخر سبويزن افتحه، ايضا ادخل عن انوال الخاص بي. هسه اذا احد يسالني ليش احنا نشوف هنا أنا هذا، يعني على حسب الحسابات اللي نزلتها من ناسا باور او استلمتها من مراكز الارصاد الجويه ينطيني اياها من لم بدي، تمام؟ من لم بدي. فانا ايش اسوي هنا؟ يفيدني بس باللم كامطار، فاروح احولهن بس من لم، لان سنوي هذا انوال فيساوي الرقم في كم يوم بالسنه، ناخذ افريج 365 يوم. هذا انطي كوبي امرره على كل لاحظ هسه اختلاف. شوفوا هنا أنا عند اخر سبويزن هنا 31، هنا 28، هنا 77، هنا 200. لاحظ هاي المنطقه الشماليه ايش قد تختلف. فهسه هيا هم ذولي قيم الانوال، هذولي انوال هنا اثبت لهم حتى يعرفون انه انوال اي دبل ان يو اي ال، تمام؟ هسه شنو اسوي؟ اريد اني اريد اخذ ذني الانوال اطلع لهم افرج واحد، فش اسوي؟ اخذ فقط هذا الانوال، هذا الانوال اخذه اقول له كوبي هنا اخليه، تمام؟ اجي على الانوال الثاني هياته دا اخذه اني اقول له كوبي، ايضا انزله وين اخليه هيانه هنا دا انزله. بعدين اروح على الانوال الثالث اللي بعد ما حولته الى ملم، ايضا اخذه اقول له كوبي وانزله هيانه. اعتذر وقت الفيديو صار طويل، بس ثق هاي الخطوات راح تفيدك انت كباحث، يعني راح تسهل عليك هواي امور. يعني ما انا اعلمك فقط انه شلون تسوي ابلكيشن للبرنامج، الثيوريتيكال مال البرنامج تروح اي كتاب احصائي تقدر تقرا. هسه ذني الانوالات الاربعه طلع لهن افريج، هسه اكتب دول الاربعه، اسد القوس انتر، خلاص طلعت لي اول قيمه. هاي اول قيمه اقولها كوبي حتى ينسخها على البقيه، يعني ياخذ لهن كلهن افريج. شوف قلت هالشكل اخذ لهن، والدليل لاحظ له هاي القيمه دا يقول لي هي عباره عن افرج دولي الاربعه. هسه شو اسوي؟ اخذ هذا الجديد اللي طلعته هذا اقول له كوبي اخليه هنا، تمام؟ عيني الانوال. هسه ما راح اطول الفيديو، راح اسوي قطع للفيديو مؤقت، اسوي الدراي سيزون واسوي الويت سيزون. انا الدراي عندي 6 اشهر، فالقيم اللي هاي راح اضربها في كم يوم تعرفون انتم 180 يوم، هنا أنا ايضا في 180 يوم، واضرب واكمل لكم هاي النتائج واجيب لكم اياها جاهز حتى نشتغل قبل ضمن برنامج الاكسلتس. فراح اوقف الفيديو مؤقتا بس انه اكمل هذول الحقلين، وان شاء الله راح نكمل سلسله الفحص لاتجاهيات البيانات المناخيه. هسه هنا نرجع، مجرد كملت لكم الدراي سيزون والويت سيزون وقسمت، مو احنا سبق وتناولنا هنا قلنا انه قسمنا يعني البريود مال الدراسه ان تو تايم من 1980 ل 99 ومن 2000 ل 2021، فهذا اللي خليتهن ببارت من ال 80 لل 99 ومن ال 2000 لحد ال 2021 ببارت، وش تضمن كل بارت؟ الانوال مالته والدراي سيزون والويت سيزون. هسه اروح على الاول، راح اشتغله هذا الاول، راح اسوي له تصنيفاته بالكامل. فش راح اكتب عليه؟ شوف هنا هسه اروح على الاكسلت برنامج، احنا شغلنا اصلا اغلب الكلايمت تشينج اناليسز نسويه ضمن الاكسلت، برنامج جدا حلو ومرتب
وتناولنا عنه تقريبا لحد الان 4 أو 5 محاضرات تايم سيريز اناليسيس. تروح على كندل تاو او ترند تيست، تضغط عليه راح يطلب منك تحدد له السيريز نمبر 1. حدد له السيريز، فهسه تشرح شو تحدد. تحدد الانوال مثلا، تمام، او تحدد هنا 3 انوال دراي ويست سيزون. فهسه احنا راح نحدد مثلا ذول الثلاثة، تمام، هاي حددناهم. بعدين الديتا مالتهن وين؟ هذا هو الووتر يير، تمام، خلصنا. هسه احنا لحد الان نشتغل رينفول. دا يقول لك تريد المان كندل تاو، تريد السيزونال كندل تاو تيست، شنو تريد؟ بعد نروح على الاوبشن، نروح على الدي، ينطيك انه يقول لك السيجنيفيكانت ليفل 5%. احنا راح نشتغل على مستوى دلاله 5%، تقدر تغيره، تاخذ 1%، تاخذ هواي، اكو اوبشنات. الكونفيدنس انترفل اكيد ما بما انه السيجنيفيكانت 5% فالكونفيدنس راح ياخذ 95، كل ما تقلل منك يزداد. هذا راح شو يقول لك؟ راح اوضح لك كذا 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 بالشارت. زين، اكو ضمن راح يوضح لك الديسكريبتيف statistical والsense slope، وراح يوضح لك الديتيل والسمري تيبل. او احنا يهمنا التيبل، اهم شيء التيبل. وهنا انا دا يقول لك انه انا حاوضح لك تريد الاوتو كورليشن. اذا تريد الاوتو كورليشن قل له كهالشكل، تمام، اختار له انه تاو لا يساوي صفر، تاو يعني شنو؟ التاو اكبر من صفر، اصغر من صفر، هو لا يساوي صفر. فحتى لان احنا ضمن الخيارات اللي لازم نحسبها هو الاوتو كورليشن، الاوتو كورليشن، تمام عيني. فهسه بعد ما تنطي هاي الخيارات، كل هذا السيجنيفيكانت ليفل، هذا الاوبتيمستيك، هذا الاكسبت، اقبل البي فاليو، تمام. هسه راح نجي نضغط لحد الان، يقول لي عندك لحد الان 19 صف وثلاث كولومات، اقول له نعم. فهسه راح يسوي لهن تيست. شويه الوقت ياخذ، اكيد هذا الوقت مال السيميليشن، ايضا يرجع لمواصفات الحاسبه. شويه الحاسبه هنا عندنا يعني مو كلش مواصفاتها قويه، فياخذ نوعا ما وقت. حاوقف الفيديو بشكل مؤقت بس على ما يكمل الجزء التفصيلي الخاص بهذا الشكل، تمام، حتى اشوفكم النتائج الخاصه بي. نسوي بالوورد على جهة تيبل، التيبل نكتب بي هذا فارغ، يكون هنا البريود مالتك. أنا عد 2 من 1998 لـ99 ومن 2000 لـ2021. لكل وحدة شقد تتضمن؟ تتضمن أنا بالنسبة لي annual dry season wet season. لكل وحدة راح أطلع هذني النتائج، تمام، واللي تكون مغايرة أخليها بلون blood، يعني لون يكون مثل ما يعني. هسه راح نجي نبينها، نرجع هسه للاكسل اللي هو هياته، تمام. طلعت النتائج هنا، هذا اللي تلاحظ هنا طلعت النتائج. تجي شو تسوي هسه انت هنايا؟ نحوله بيج لاي اوت حتى يصير من هاي الجهه. نجي الفاريبل عند المتغيرات انوال، وعند الدراي سيزون، وعند الويست سيزون لهذه الفتره. انا ما يهمني الماكس المينيمم، يهمني المين. فهسه راح اخذ المين هذا من هنا يا كوبي، اروح اخليه بهذا الوورد. اول مين اللي هو خاص المن هنا، يعني هاي القيم تاخذها من هنا حتى ما ناخر الوقت. المين تاخذه منه، تجي على المين كندل تاو، تمام، تو تيست. اذا تسوي لك هنا الاختبار لكل واحدة، اللور باند، سين سلوب، المن لكل سنة، يعني لكل انوال. شوف سواله تحليل كامل هذا ورسوماته كامله والسين سلوب مالته، الدراي سيزون سواله كذلك. هاي اذا تلاحظ هنا كاملات. بعدين يعطيك سمري بالنهايه، سمري. هذا السمري شو ينطيك بيه؟ ينطيك بيه السيريز، وينطيك بيه كندل تاو، ينطيك هاي البي فاليو، وينطيك السين سلوب، تمام يعني. فهاي القيم اللي ينطيك اياها، بما انه كلهن متجاوزات يعني متجاوزات هذا، فإذا اتس اوكي كلهن بيرفكت، يعني شلون ماشيات، ما عدهن في ال الشيء اللي يكون به خلل، دا اقول خلل، اللي يكون به خلل شو يسوي؟ يخلي لك اياه باللون الطوخ، يعني لون اسود، يعني هالشكل، ويلون لك اياه بهذا اللون، هالشكل ينطيك اياه. اذا اكو خلل في مكان المخاف انت تريد تعرفه، او مثلا مرات احد ما ينتبه له،
فده تلاحظ انه هذا هسه السيريز ذاته تاخذ هاي القيم، تمام؟ هاي القيم تاخذهن وتريد او ايش تسوي حتى تقول انه اني اتشيك هذا، تضيف بعد حقل سمي بي فاليو، هذا المين كندل تاو تيست، سمي هنا هذا تشينج، هاي وين يصير يا نسبه التشينج البيرسنتج تشينج، هذا هو. لاحظ هنا ايضا هنا حاسب البيرسنتج تشينج، تقدر هنا ايضا انت تحسب البيرسنتج تشينج، فتقدر تملي هذا الجدول تستفاد عن طريق خاصية الكندل تاو. فهذا هو السمري، هذا التيبل تقدر ترسمه. هاي لاحظ هاي النتائج، هذا الويت سيزون ينطيك ببداية النظريات، النظرية الصفرية، النظرية البديلة، شنو كل نظرية منين، يعني الاوتو كورليشن هاز بين تيكن ان اكاونت، تمام؟ باستخدام طريقة الهيومد اند رو ميثود الفاليو اوف سين سلوب يوز، هذا قيمة الاوتو كورليشن، تمام عيني؟ واحنا هنا قلنا احد القيم اللي نثبتها هي قيمة الاوتو كورليشن، فتقدر انه تستخدم هاي قيمة الاوتو كورليشن. هذا المين كندل تاو، هاي القيم تقريبا تقدر تقول جاهزة لكلهن. زين ست اكو نقص بعد، اكو نقص بهذه القيم، يعني اذا انا اريد اجد الاوتو كورليشن بعد. هذا الاوتو كورليشن ايش قد بالنسبه للسيجنيفيكانت ليفل، اذا اريد اني كقيم، قيم المين كندل، لاحظ هسه هنا هاي القيم السمري تيبل يتضمن لك السين سلوب مين كندل تاو دراي سيزون سلوب السمري، هذا النهائي. تجي اذا انت تقول اني لا انا احتاج ارجع للاصلي الرينفول واحتاج اسوي فقط اوتو كورليشن، تروح ايضا للادفانس فيتشرز تايم سيريز اناليسيس، تروح ماكو هنا خاصية اسمها auto correlation، بس تقدر تجدها عن طريق احد الهذا. هسه هذا بي auto correlation، تقدر احد الخصائص الموجودة بي تقدر انت تحسب ال auto correlation prediction، اكو هنا واحدة من الخصائص هذا يطلع لك ال auto correlation، تقدر يعني تنفذه ونفس significant level تختار وكذا وتحسب لل auto correlation وتدخل لها، تمام؟ change يعني شلون انت تريد الريزيجوال تشينج، وين نسبه البيرسنت تشينج، ايضا يجد لك اياها هو نسبه البيرسنت تشينج، هذا السين سلوب، هذا الستوب كوفيشنت ايش قد ينطيك اياها، بس اصلا هو هنا الترند ينطيك التشينج نسبه البيرسنت، تمام عيني؟ كذلك هاي الخطوات تعيدها للتمبرتشر، وتكون بعد ما تعيدها للتمبرتشر تروح يعني للرينفول وتكمل التمبرتشر، هم بتسوي له جدول مثل ما سوينا وهم تقسمه الى جزئين، وبالتالي راح يصير هنا عندك بالوورد اثنين تيبلات، التيبل الاول بهذا الشكل هذا خاص كله للرينفول، راح اكمل به خصائص الرينفول، واسوي تيبل ثاني بالضبط مثله اسوي به للتمبرتشر، تمام عيني؟ فهسه يكون عندك اثنين، واحد للرينفول وواحد للتمبرتشر. هسه ان شاء الله بس اوقف الفيديو بشكل مؤقت، انقل البيانات لكم حتى انه انت تلاحظها وتشوفها بشكل الابسط او الاسهل. وهنا مثل ما تلاحظ هذا الجدول النهائي انتجناه بالوورد الخاص على اثنين فترات زمنيه، هذا التحليل كامل للرينفول، تقدر هنا تضيف رينفول حتى انه ينعرف، لان انا عندي اكثر من تحليل راح اضيفه. فهذا الرينفول المين للبيانات والمين كندل تاو تيست زد statistical خاص بي، والسن سلوب تحليل الكمية الماجنتيود والدايركشن تجاهيته، ومقدار التشينج وين دا يصير عندك تشينج ديكريز او انكريز. هذا التحليل كامل تقدر تخليه بجدول وترفقه ببحثك، وكذلك تقدر تستفاد ايضا اذا تريد تحط تضيف قيمة البي فاليو لمخططاتك حتى تبين هل هي اعلى او اقل، دائما الرسومات تكون توضيحية افضل، فهو ايضا احد المنتجات يعني الاشياء اللي ينطيك اياها رسم بالنهاية توضيحي لقيمة البي فاليو، مادام انه كلهم اعلى من مستوى الدلالة فاذا كل اوكي يعني هوموجينيوس او يعني مقبول مثل ما نقول اكسبتابل ما يحتاج تعديل. فهاي لثلاث يعني عقد زمنية اللي هي الانوال والدراي سيزون والويت سيزون، وتقدر هذا ايضا تضيفه ضمن بحثك. ان شاء الله موضوع الترند اتمنى اكون فدتكم به بشكل تفصيلي. تقدر نفس الخطوات اللي اتبعناها هنا تسويها بالتمبرتشر، نفس الخطوات اللي نفذناها بالرينفول تتبعها بالتمبرتشر وتنفذها. التقيكم ان شاء الله، اي سؤال او استفسار خاص بالموضوع نقدر ان شاء الله نتناقش به.
ونقدر أيضا يعني عندكم استفسار ثاني، سؤال غيرها، حتى نقدر إحنا إن شاء الله نستفاد من عنده. ألتقيكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.